الولايات بتحمل بعض المفاجآت على ما أعتقد. هناك مثلا ولايات معروفة أنها بتصوت للجمهوريين زي ولاية أريزونا، وهي بلدة السيناتور السابق جون ماكين، وكانت زوجته أو أرملته قد توجهت مجددا بالأمس قبل أثناء ذهاب الناخبين للاقتراع، وطلبت منهم أو عملت تأييد مجدد لبايدن الرئيس الديمقراطي. وكما تعلمين فجون ماكين في هذه الولاية يعد أولا محبوب جدا، وبالنسبة لهم هو يمثل قيمة كبيرة، وأعتقد أن هذه الولاية قد رغم أنها 6 أصوات بس لكنها قد صوت لبايدن. بالنسبة في ولاية تانية اللي هي المحك وهي بنسلفانيا، كتير قوي مش فاهمين اللي بيحصل في بنسلفانيا. بنسلفانيا مش بس 20 صوت، لكنها السباق بين الاثنين في الأصوات هو مش كبير قوي زي ما احنا شايفين، نتيجة أن العد الإلكتروني في عدد من المقاطعات للبريد البريد التصويت البريدي ما زال قائما. هناك مثلا ماذا عن ويسكونسن وميشيغان؟ لسه فيها أكثر من مليون، أكثر من مليون، يعني حتى إذا كان الفرق بينهم كذا ألف أو 200 ألف أو 300 ألف صوت، في لسه أصوات لم يتم فرزها، وهي بإجمالي يقارب 1.5 مليون منهم في مقاطعة واحدة بس حوالي مليون. أيضا سيدة حنان يندرج على ميشيغان. هنا دعيني أطلع من بنسلفانيا. بنسلفانيا حتى إذا صوتت لترامب فبايدن أمامه فرصة أخرى في ميشيغان، والتي أيضا ما زال التصويت البريدي مستمر. وعفوا إن كنت أخطأت، أعتقد المليون 1.2 أو مليون وشوية دي موجودة في مقاطعة في ميشيغان. وكما تعلمين هناك نسبة من العرب الأمريكيين من الجيل الأول والثاني والثالث موجودين هناك لأنها قلعة صناعة السيارات الأمريكية. طيب سيدة حنان، بالنسبة إلى فرز الأصوات، هل تتوقعين أن تغيير عملية فرز أوراق التصويت المبكر سيغير مسار بعض الولايات المتأرجحة؟ هذا ما أردت أن أقوله، سيغير بعض بنسلفانيا ميشيغان، ولكن دعيني أضع ميشيغان في الأول لأن ديترويت لم ينتهي العد فيها بعد. ميشيغان إضافة لولايتين هياخدهم نيفادا، لأنه متقدم كما أرى على الشاشة بجواري، هو متقدم في نيفادا، متقدم في ويسكونسن، متقدم في، ودي مفاجأة، في أريزونا. طيب هل برأيك أننا سنكون ربما أمام حدث أو سيناريو مشابه لعام 2016 وقلب للمعادلة من قبل ترامب؟ لا أستبعد أي شيء عن الرئيس الأمريكي، حيث الآن وأنا بتكلم معك هناك انتقادات متلاحقة حتى من قبل بعض الجمهوريين الذين يعني المعروفين إن هم بيمثلوا الحزب الجمهوري الأساسي قبل تدخل اليمين في هذا الحزب. انتقادات شديدة بتوجه للرئيس الأمريكي، كيف له أن يخرج ويهدد باللجوء إلى القضاء وبالمناسبة هو ليس هذا أيضا ما أريد أن أسألك عنه. برأيك عندما ترامب يصرح بأنه سيلجأ للمحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات، هل سيكون هذا تصرفا حكيما في حال كان الفارق كبيرا بينه وبين بايدن؟ هو لن يذهب كما قال اعتراضا على هذا الأمر، ولكنه في وسط استمرار عملية الفرز القانوني في مختلف الولايات الباقية، هو يريد وقف إيقاف الفرز، إيقاف عد الأصوات لا سيما أصوات البريد، وهو السبب الذي جعل كثيرون يقومون بانتقاده على مدى الساعات القليلة الماضية. لماذا يريد إيقاف الفرز؟ في تقديري أنا أعتقد أنه يحاول القيام بتفاعل ما بالنسبة للرأي العام، بالنسبة للمنافسين، لأنه يريد أن يحقق في حالة فوزه
أو في حالة خسارته نوع من وهي كلمة ليست دقيقة تماما، ولكن دعيني أقولها نوع من الخروج الآمن. كما تعلمين هناك قضايا كانت موجودة على ضد ترامب، هذه القضايا تم التحقيق فيها، ولكن لأن القانون الأمريكي بيمنع محاكمة الرئيس أثناء وجوده في السلطة، فخروجه ربما يتسبب له في مشاكل قد تؤدي إلى السجن مثلا. هو يريد أن يفتعل تلك الضجة أو الجلبة حتى يخرج من هذا الموقف إذا ما تعرض له، لكن من المبكر جدا الحكم أو القول بأن بايدن فائز، بأن ترامب فائز، لكن علينا أن ننتظر. أنا أتوقع أنه ربما تأخذ هذه العملية مزيد من الوقت، ربما لن نسمع اليوم من سيكون الرئيس الأمريكي، ودي نسبتها بتقديري حوالي 25-40%، ويكون الإعلان في صباح الغد. نعم علينا ننتظر، ربما تعلن النتيجة خلال نهاية النهار منتصف الليل، وربما يحقق بايدن الفوز. بايدن محتاج أنه يفوز بثلاث ولايات على الأقل، إضافة للولاية التي حقق فيها تقدما كبيرا عن منافسه الجمهوري. نعم الكاتبة والمحللة السياسية، إذا حصل على تصويت بنسلفانيا والولايات التي أصلا هناك إمكانية في أن يحقق فيها تقدم، قد يكون هو الرئيس الفائز. سنبقى بانتظار فرز الانتخابات. على كل حال الكاتبة والمحللة السياسية حنان البدري حدثتنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.